محاضرتنا لهذا اليوم هي الويند توربينز، التوربينات الهوائية. الويند باور، شنو هي الويند باور؟ طاقة الرياح. The conversion of wind energy هي تحويل طاقة رياح into a useful form of energy، إلى شكل مفيد من الطاقة، such as مثل electricity، كهرباء، using wind turbines، باستخدام التوربينات الهوائية. wind energy طاقة الرياح as a power source كمصدر طاقة is attractive جذابة as an alternative to fossil fuels كمصدر بديل للوقود الحجري because بسبب انه it is plentiful متوفر renewable يعني طاقة متجددة and clean نظيف. Most early wind turbine were used يعني أول استخدام للتوربينات الهوائية استخدمت to grind grain لطحن الحبوب into flour إلى طحين. Hence the name اسمها كان سمى wind من الطاحونات الهوائية. Wind turbine توربين الهوائي is a rotating machine هو ماكينة تدور which converts تحول the kinetic energy of wind الطاقة الحركية للرياح into mechanical energy إلى طاقة ميكانيكية. If the mechanical energy إذا الطاقة الميكانيكية is used directly استخدمت بصورة مباشرة by machinery بواسطة ماكينة such as a pump كمضخة or a grinding stone مكان الطحن. The machine is usually called عادة تدعى windmill طاحونة الهواء. If the mechanical energy إذا الطاقة الميكانيكية is instead حولت converted to electricity إذا حولت الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية. The machine is called wind generator يسمى مولد الهواء التربين الهوائي اللي يولد كهرباء. Types of wind turbines أنواع التوربينات الهوائية. Types of wind turbines أنواع التوربينات الهوائية. One way to classify wind turbine واحدة من الطرق لتصنيف التوربينات is in terms of the axis هي بالاعتماد على الأكسس المحور around which the turbine blades rotate المحور اللي حوله تدور ريش التوربان. Most are horizontal axis wind turbine أغلبها هي ذات محور أفقي horizontal axis turbines but there are some with blades لكن هناك بعض منها with ريش ذات spin around vertical axis اللي تدور حول المحور العمودي تسمى vertical axis wind turbine. Examples of the two types are shown in figure 1 أمثلة لهذه الأنواع مبينة في شكل 1. فيجر واحد اللي هو يبين لي horizontal axis wind turbine اللي هو are either upwind machine اللي بالشكل رقم اي اللي هو upwind machine اللي الريش تواجه الرياح بصورة مباشرة or
داون ويند ماشين اللي ريش تكون باتجاه معاكس لاتجاه الرياح، أو vertical axis wind turbine اللي هو على شكل سي اللي accept the wind from any direction اللي ممكن يتعامل ويا رياح في أي اتجاه. Horizontal axis wind turbine. Horizontal axis wind turbine have the main rotor shaft تحتوي على المحور الدوراني and electrical generator المولد الكهربائي at the top of a tower في قمة البرج مال التوربين and must be pointed into wind يجب أن توجه باتجاه الرياح. See figure 2. هذا الفيجر 2 يوضح لي component of horizontal axis wind turbine هاي البليت ريش وهذا الروتر وهذا لو سبيد شيفت. هنا اكو بريك يسيطر لي على الحركة اذا صارت الحركة يعني سريعة يوقف التوربين، واكو جير بوكس صندوق تروس اللي يحول لي سرعة البطيئة مال الريش الى سرعة اعلى حتى يشغل لي الجنريتر المولد الكهربائي، واكو كنترولر مسيطرات كهربائية، اكو انيمو ميتر اللي يقيس لي سرعة الرياح، ويند فان اللي تحدد لي اتجاه الرياح. هاي كل هالأجزاء موضوع الجزء يسمى نيكل، واكو ياو موتور هذا يوجه لي الجزء الدوراني مال الروتر باتجاه الرياح، يعني يتغير اتجاه الويند، فهذا يدور لي الريش بحيث تصير مواجهة إلى الرياح. وأكو تاور هذا البرج اللي يحمل لي هاي الأجزاء. Small turbines are pointed by simple wind fan. التوربينات الصغيرة توجه by simple wind fan while large turbines بينما التوربينات الكبيرة generally عادة ما تستخدم use a wind sensor تحسس الرياح coupled with a servo motor يعني هذا متحسس الرياح يربط مع موتور كهربائي يتحكم لي بدوران التوربين بحيث يصير مواجه لاتجاه الرياح. Most have a gearbox أغلبها تحتوي على gearbox صندوق تروس which turns يدور the slow rotation of blades اللي يحول لي السرعة البطيئة للريش into quicker rotation إلى سرعة دورانية أسرع that is more suitable اللي تكون أكثر ملائمة to drive لتشغيل an electrical generator لتشغيل المولد الكهربائي. Wind turbines توربينات الهوائية convert wind energy تحول طاقة الرياح into electricity إلى طاقة كهربائية for distribution للاستخدام. Conventional horizontal axis wind turbine التوربينات الهوائية الأفقية المعروفة can be divided into three components ممكن أن تقسم إلى ثلاث أجزاء رئيسية which include اللي تتضمن واحد the rotor component الجزء الدوار
which is approximately اللي حوالي 20% of the wind turbine cost 20% من تكلفة التوربين الهوائي اللي يحتوي أو يضمن includes the blades يحتوي على ريش for converting لتحويل wind energy طاقة الرياح to low speed rotational energy لتحويل طاقة الرياح إلى طاقة دورانية بسرعة بطيئة. اثنين the generator component جزء المولد which is approximately اللي هو حوالي 34% of the wind turbine cost من تكلفة التوربين الهوائي اللي يحتوي includes the electrical generator يحتوي على المولد الكهربائي the control electronics أجهزة السيطرة and most likely a gearbox والgearbox component اللي for convert اللي يستخدم لتحويل for converting the low speed incoming rotation to high speed rotation حول السرعة البطيئة إلى سرعة عالية اللي تكون ملائمة suitable for generating electricity ملائمة لتوليد الطاقة الكهربائية. الجزء الثالث هو the structural support الجزء الداعم component which is approximately لتكلفة حوالي 15% of the wind turbine cost اللي يضمن include the tower اللي يضمن البرج اللي هو العمود اللي يسند للتوربين and rotor yaw mechanism والجزء اللي يستخدم لتدوير التوربين باتجاه الرياح اللي يسمى rotor yaw mechanism. هذا كذلك يوضح لي بعض أجزاء التوربين. هاي الهب اللي تربط وياها ريش توربين، وهنا المين بيرنج اللي هي، وهنا المين شيفت الشيفت الرئيسي، وهنا الجير بوكس اللي صندوق التروس اللي يحول السرعة، وهنا البريك اللي يسيطر على التوربين أو قفل التوربين إذا زادت السرعة عن السرعة التصميمية للتوربين، وهنا الهاي سبيد شيفت شفت السرعة العالية وهنا الجنريتر المولد. Vertical axis wind turbine توربينات الهواء العمودية. Vertical axis wind turbine are the main rotor shaft arranging vertically اللي هي اللي تحتوي على الشفت الدوار يكون بصورة عمودية. Key advantage of this arrangement المحسن الرئيسي أو الفائدة الرئيسية لهذا الترتيب أو هذا التصميم are the turbine التوربين does not need to be pointed into the wind ما يحتاج التوربين توجيه باتجاه الرياح. This is an advantage هذا هو حسنة on sites في الأماكن where the wind direction اللي فيها اتجاه الرياح is highly variable اللي اتجاه الرياح يتغير بصورة عالية. With a vertical axis the generator and gearbox المولد وصندوق التروس can be placed near the ground ممكن أن يوضع قرب الأرض so the tower doesn't need to support it لذلك ما يحتاج إلى tower برج لعمل هاي الأجسام and it is more accessible for maintenance وسهولة إجراء الصيانة إلى لأن هاي الأجزاء قريبة من الأرض. Types of vertical axis wind turbine أنواع ال vertical axis wind turbine واحد Darius wind turbine النوع الثاني اللي هو helical twisted vertical axis wind turbine
power in the wind, الطاقة في الرياح. Consider a bucket of air. تبقى كمية من الهواء with a mass m, كتلتها m, moving at a speed v, تتحرك بسرعة مقدارها v. This kinetic energy is given by a formula relationship. Kinetic energy تساوي نص الكتلة في السرعة الرياح. Since power is energy per unit time, لأنه القدرة هي الطاقة مقسمة على المساحة, the power represented by mass of air moving, power لكتلة من الهواء تحرك بسرعة v through area A خلال مساحة A will be power through area A تساوي energy على التايم. الانرجي تساوي نص الماس في البي تربيع على التايم, هاي يساوي لي الباور. The mass flow rate معدل التدفق الكتلي الام دوت معدل التدفق الكتلي الام دوت through area A is the product اللي هو حاصل ضرب the product of air density كثافة الهواء اللي هي rho في السرعة speed v and cross sectional area مساحة المقطع العرضي اللي هي a. الام دوت راح تساوي rho في ال a في ال b. إذن الباور للوين راح تساوي لنص rho في ال a في ال b تكعيب. Where VW is the power in the wind, وحداتها واط, ورو is the air density اللي هي كثافة الهواء بوحدات الكيلوغرام على المتر المكعب اللي هي مأخوذة آت 15 سنتيغريد and 1 اتموسفير الضغط 1 اتموسفير, رو تساوي 1.225 كيلوغرام على متر مكعب. أي is the cross-sectional area هي مساحة المقطع العرضي through which the wind pass وحداتها متر مربع and V هي wind speed سرعة الرياح normal to A العمودية على المساحة A وحداتها متر على second. A useful conversion تحويل مفيد هو إذا أريد أحول سرعة الرياح من 1 متر على second يساوي 2.237 ميل بير أور يعني ميل على الساعة. ال A تساوي ل باي على 4 في ال D تربيع. So the wind power الطاقة أو قدرة الرياح is proportional تتناسب to the square of the blade diameter تتغير أو تتناسب ويا مربع قطر الريش. Example, don't use average wind speed, لا تستخدم سرعة الرياح متوسط سرعة الرياح. Compare the energy, قارن الطاقة at 15 سنتيغريد 1 اتموسفير بأجر contained in 1 متر مربع المساحة 1 متر مربع of the following wind regimes لظروف الرياح التالية. أي 100 hours 100 ساعة of 6 متر على second wind ل 100 ساعة وسرعة الرياح 6 متر على second اللي تساوي 13.4 ميل بير أور و B لما تكون 50 ساعة at 3 متر على second السرعة بلس 50 ساعة تسعة متر على السكند يعني الـ average wind speed هي 6 متر. solution الحل with steady 6 متر على السكند wind all we have to is multiply power given by times hour.
حتى نحصل على الطاقة، علينا أن نضرب الباور، القدرة في الزمن، الإنرجي عندما تكون السرعة 6 متر على السكن تساوي للباور اللي هي نص الرو في الأي في البي تكعيب، نضربها في الزمن اللي هو دلتا تي، نص في الرو رو 1.225 في المساحة اللي هي 1 متر مربع في السرعة التكعيب اللي هي 6 متر على السكن تكعيب في الزمن اللي هي 100 أور، راح تساوي للإنرجي 13230 واط أور. سنجي على المطلب في اللي هو من جزئين with 50 أور 3 متر على السكن، نفس الطريقة، نص في الدينسيتي في المساحة في السرعة في الزمن اللي هو 50 أور، راح تطلع لي الإنرجي 837 واط أور. 50 ساعة الثانية اللي السرعة بيها 9 متر على السكن، راح تساوي نص في الدينسيتي في المساحة في 9 متر على السكن تكعيب في 50 أور، تساوي 22326 واط أور. التوتال باور للـ100 ساعة اللي هي 50 ساعة زائد 50 ساعة، أجمع الباور الأولى أو الإنرجي الأولى ويا الإنرجي الثانية، وتطلع لي 23152 واط أور. For given wind speed لسرعة رياح معلومة، water efficiency كفاءة الروتر is a function هي يعني تعتمد على of the rate at which the water turns، تعتمد على معدل دوران الروتر. If the water turns too slowly، إذا الروتر يدور بطيئة جدا، the efficiency drop off، راح تنخفض الكفاءة. Since the blades are letting، لأن الريش راح تسمح لي too much wind pass by ineffective. If the rotor turns too fast، إذا الروتر يدور بسرعة عالية جدا، efficiency is reduced، كذلك الكفاءة راح تقل. As the turbulence، الاضطراب caused by one blade في أحد الريش increasingly affect the blade that follow، راح تأثر لي على الريشة الثانية اللي تتبعها. The usual way to illustrate water efficiency، الطريقة المعتادة للتعبير عن كفاءة الروتر، is to present it للتعبير عنه as a function كدالة of this tip speed ratio. Tip speed ratio، هي tip speed ratio، the tip speed ratio is the speed، هي السرعة at which the outer tip of the blade اللي هي النهاية العليا للريشة is moving، تتحرك، divided by the wind speed، مقسمة على سرعة الرياح، tip speed ratio تساوي rotor tip speed على ال wind speed. rotor tip speed راح تساوي لي ال rotor speed اللي هو وحدات revolution per minute، الدور على الدقيقة، تقسيم 60 في باي دي في قطر الريش على في اللي هي الويند سبيد، وير ار بي ام از ذا ووتر سبيد وحداتها ريفوليوشن بير مينيت، ودي از ذا ووتر دايمتر قطر الروتر وحدات المتر، اند في از ذا ويند سبيد سرعة الرياح وحدات المتر على السكن اللي تكون upwind of the turbine، تكون موجهة باتجاه التوربين. example 40 متر 3 bladed wind turbine، turbine الروتر مات قطرة 40 متر، reduce
ينتج 600 كيلووات كهرباء. آتا ويند سبيد في سرعة رياح مقدارها 14 متر على السكن. Air density is the standard، سرعة الرياح هي يعني القياسية اللي هي 1.225 كيلوغرام على المتر المكعب. Under these conditions، تحت هاي الظروف، أي at what revolution per minute، يعني عدد الدورات لكل دقيقة دوت ذا روتر تيرن راح يدور خلالها الروتر. When it operates، عندما يشتغل، with a speed ratio of 4، عندما تكون التيب سبيد ريشيو هي what is the tip speed of the rotor، ما هي التيب سبيد للروتر. C if the generator، إذا المولد needs to turn، يحتاج أن يدور at 1800 ريفوليوشن بير مينيت. What gear ratio is needed، ما هي نسبة التحويل بالجير المطلوبة. To match the rotor speed، لتلائم الروتر سبيد، حتى تحول الروتر سبيد، سرعة الروتر، to the generator speed. What is the efficiency، ما هي كفاءة التوربين، ما هي كفاءة الويند توربان، قياس الجير بوكس الجنريتر under these conditions، تحت هاي الظروف. سوليوشن الحي يوسنج المطلب الأول اللي كان الأي what is the revolution per minute، تريد revolution per minute، does the rotor turn rate with a tip speed ratio اللي مقطعها دي tip speed ratio تساوي rotor tip speed على ال wind speed. speed in revolution per minute في الباي دي هذا القانون، أطلع revolution per minute تساوي tip speed ratio في 60 في سرعة الويند سبيد على باي دي. tip speed ratio نعطيني 4، والستين هو هذا الثابت مال التحويل من minute إلى second. سرعة الهواء نعطيني 14 متر على السكند تقسيم باي دي، الدي 40 متر، راح تطلع لي revolution per minute 26.7 revolution per minute. المطلب الثاني اللي هو the tip speed of each blade، نرجع للقانون الرئيسي للtip speed. tip speed أو tip speed تساوي revolution per minute في باي دي على 60. revolution per minute طلعناها من المطلب الأول، في باي في دي اللي هو 40 على 60، هتطلع لي التب سبيد 55.9 متر على السكن. المطلب C if the generator need to turn at 1800 revolution per minute، what gear ratio is needed to match the rotor speed to the generator speed. if the generator need to spin at 1800 revolution per minute، then the gearbox in the knuckle must increase the rotor shaft speed by a factor of. The gear ratio راح يساوي لي generator revolution per minute، عدد الدورات المطلوبة لتدوير generator على الروتر revolution per minute. الجنريتر revolution per minute المطلوبة هي 1800، وروتر ريفوليوشن بير مينت اللي احنا طلعناها بالمطلب الاول اللي كانت 26.7، فقسم هاي على هاي طلع لي الجير ريشيو 67.4. المطلب دي اللي هو what is the efficiency of the complete wind turbine، كفاءة الوين توربين.
طبعا الكفاءة overall efficiency شو تساوي؟ تساوي القدرة الكهربائية المنتجة بالتوربين على قدرة الهواء. فالقدرة المنتجة بالتوربين نعطيني إياها 600 كيلو وات، يحتاج أطلع قدرة الهواء. الويند باور تساوي نص رو بالأي في البي تكعيب. كل يعني معلومات عندي density، والأي تساوي لي هنا باي على 4 دي تربيع، يعني باي على 4 في القطر تربيع في سرعة الهواء 14 تكعيب، راح تساوي لي 2112 كيلو وات. So the overall efficiency of the wind turbine from wind to electricity is overall efficiency تساوي 600 كيلو وات على 2112 كيلو وات، راح تساوي لي 0.284 اضربها في 100 على 100 تساوي لي 28.4%. هاي كفاءة التوربين.